الآن أعزائي، دعونا نتعرف على طريقة صحيحة لعملية تبديل البيض ونتعرف على الفائدة منها. تبيض أنثى الكناري في العادة من ثلاثة إلى أربع بيضات في كل دورة وتحتاج كل بيضة من 13 إلى 14 يوما حتى تفقس طيور الكنار في الطبيعة تحضن بيضها بعد وضع آخر بيضة وبذلك يفقس جميع البيض في نفس اليوم وتنمو الفراخ بنفس القوة والحجم مما يعزز فرص نجاتها جميعا لكن الغالبية العظمى من طيور الكنار الحبيسة تحضن بيضها عند وضع أول بيضة وبذلك يصبح عمر البيضة الأولى أكبر من عمر البيضة الثانية والثالثة إلى آخره، وبسبب ذلك تتفاوت أعمار الفراخ عند فقسها. لا نريد من أكبر فرخ أن يأخذ حصة أصغر فرخ من الطعام، ولا نريد أن يكون فرخ معين أقوى وأكبر حجمًا عن باقي إخوته، لأن ذلك قد يعرض الفرخ الصغير والضعيف إلى الفحص أو قلة التغذية. مما يؤدي إلى هزاله وضعفه وفي النهاية قد يواجه الموت، لذلك عندما تضع الأنثى أول بيضة يجب أن نزيلها ونضعها في مكان آمن وغمس نصفها من الجهة المدببة في معلف مليء بالبذور، ثم نستبدل البيضة الحقيقية ببيضة اصطناعية أو كاذبة، نفعل نفس عملية الاستبدال كل يوم لكل بيضة جديدة حتى تنتهي الأنثى من وضع آخر بيضة. وبعدها نزيل جميع البيض الكاذب ونعيد جميع البيض الحقيقي إلى العش. هكذا سوف يفقس جميع البيض في نفس اليوم تقريبا بعد 13 إلى 14 يوما من الحضانة. هناك سبب آخر يجبرنا أحيانا على إتمام عملية الاستبدال وهو أن الذكر أحيانا يأكل البيض أو يلقي به خارجه. وفي حالات اخرى يدخل الذكر على الانثى لكي يلقحها اثناء حضن البيض قد تنكسر او تفسد بيضه اثناء ذلك عندما نزيل البيض الحقيقي ونضع مكانه بيضا كاذبا في هذه الحاله سنكون مطمئنين على البيض من الذكر وعندما نعيد البيض الحقيقي تحت الانثى بعد الانتهاء من وضع جميع بيوضها نعزل الذكر عن الانثى لان مهمته الاساسيه انتهت هنا نجمع الذكر مع الأنثى مرة أخرى عندما تبلغ الفراخ سبعة أيام على الأقل ليساعدها في الإطعام ويلقح الأنثى مرة أخرى للدورة الثانية لا أنصح شخصيا في إعادة الذكر قبل بلوغ الفراخ أسبوعا من العمر لأن الذكر قد يدخل على الأنثى ويلقحها وهي جالسة على الفراخ وقد يتسبب ذلك في موت الفراخ التي لا زالت صغيرة الحجم ولا يكسوها الريش بعد بعض الذكور بالطبع لا تفعل ذلك. إن كان الذكر غير مجرب ولا يوجد دليل قطعي على تصرفاته، فالأفضل فصله عن الأنثى حتى تبلغ الفراخ أسبوعًا من العمر. لا تنسى مشاركة الفيديو والاشتراك في قناة معهد علوم طيور الزينة ليصلك كل جديد.